أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة على منصة بالعربي. سوريا تنتصر وتعود لحاضنتها العربية. جمهورية الصين مرة أخرى قطب جديد يضع بصماته بخطى واثقة على مساحات الجزيرة العربية، ويحاصر سياسات ومخططات الولايات المتحدة العبثية في المنطقة، والسعودية التي خرجت رسميا من عباءة الهيمنة الأمريكية، أقوى حلفاء الصين، والأردن مكوك الاتصال والتواصل طويل الأمد لعودة سوريا لبيتها العربي ومقعدها في جامعة الدول العربية من خلال خارطة طريق وضعتها لحل الأزمة السورية عنوانها خطوة مقابل خطوة. بيانات لم تتوقف عن الصدور تباعا لوزارة الخارجية الأردنية تحمل في طياتها جولة دبلوماسية أردنية مكثفة من الاتصالات مع أطراف عربية وأجنبية وأممية لإطلاعها على مخرجات اجتماع عمان. دفعت عجلته السعودية أيضا بوتيرة متسارعة، بما يؤشر على انطلاقة المسار لحل عربي لأزمة سوريا قد بدأ بالفعل رغم المشقة طويلة الأمد على هذا المسار. ويأتي توجه السعودية لحل الأزمة السورية وعودتها لحاضنتها في جامعة الدول العربية بالتوازي مع مخرجات اللقاء التشاوري بعمان لتفكيك ملفات سياسية أخرى وإقليمية دشن مسارها في لقاء بكين الذي جمع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي شهد إعلان عودة العلاقات بين طهران والرياض. الاجتماع التشاوري الذي عقد في العاصمة عمان بمشاركة مصر والعراق والأردن، والذي دعت له دول من مجلس التعاون الخليجي، جاء استكمالا لاجتماع جدة ناقش سيناريوهات عودة سوريا لجامعة الدول العربية، والذي قيم بأنه إيجابي جدا. طرح أردني عملي لنهج خطوة مقابل خطوة جاء بتوافق عربي أولي أكد على التزام دمشق بمخرجات الاجتماع كمطلب أردني ملح ضمن سلسلة خطوات عملية أدرجت في البيان كأجندة مفصلة ثلاثية المحاور للأزمة السورية، تبدأ بالوضع الإنساني ومن ثم الوضع الأمني ويليها الوضع السياسي. من أبرز ما حملته أجندة مخرجات لقاء عمان التشاوري إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في جميع أنحاء سوريا، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة 2642 و2672 وفتح معبر باب السلام، عدا عن الاتفاق على تنظيم عودة طوعية للاجئين السوريين من الأراضي الأردنية لديارهم كمقدمة على أن تشمل هذه العمليات كافة الدول المستضيفة للاجئين لاحقا بضمانة الحكومة السورية بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة بتوفير ظروف حياتية ملائمة لهم بعد عودتهم. وحملت الأجندة تحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا والجهات التي تقف على تهريبها، وضعت قضيتهم كأولوية تنفيذية تترافق مع تشكيل فريق أمني سياسي مشترك من الأردن ومصر والعراق للقضاء على عمليات التهريب على الحدود السورية مع الأردن، فضلا عن تشكيل فريق فني من الخبراء لمتابعة تنفيذ المخرجات. جاء ذلك ضمن تكتيك دبلوماسي أردني لإيجاد توافق عربي حول حل الأزمة السورية، قرار طرح على طاولة الاجتماع التمهيدي الذي يعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية العرب على هامش القمة العربية القادمة المقررة بالرياض في 19 من هذا الشهر لإبطال قرار تجميد عضوية سوريا. توصل فيه وزراء الخارجية العرب إلى تقديم مشروع قرار للجامعة العربية باستئناف مشاركة وفود سوريا
باجتماعات الجامعة العربية اعتبارا من اليوم 7 أيار، وعودة مشروطة لسوريا للجامعة العربية، وأوصوا بأن يتم تبنيه في اجتماع القمة التي ستوجه الدعوة لسوريا لحضور الاجتماع الختامي أو توجيه دعوة للالتحاق بالقمة في دورتها المقبلة على أقل احتمال. لاقى القرار الصادر عن اجتماع الأعضاء في اجتماعهم اليوم 7 أيار الانتصار لسوريا، ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار وإحاطة المجلس بالتطورات. وزراء الخارجية العرب جددوا في قرارهم الذي حمل الرقم 8914 الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها حسب ما ينص ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعي سوريا في الخروج من أزمتها. وقرر الوزراء تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ بيان اجتماع عمان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها. وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد بقوله أننا نتطلع لمواصلة تطورات تطبيق نتائج اجتماع عمان بشأن سوريا ودعم المجتمع الدولي لها، معتبرا أنه لا يستقيم أن يكون من أبناء الأمة العربية من هو لاجئ ولا نازح أو متضرر من الإرهاب والحرب. وشدد شكري على أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو حل سياسي بملكية سورية خالصة، وأن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل لحل سياسي وكذلك القوى الوطنية. القرار لقي قبول وإجماع عربي وتجاوز تحفظات دبلوماسية من بعض الدول الخليجية الذي تم الإعداد لمواجهته مسبقاً والسعي لتحييده ومواجهة مواقف هذه الدول الرافضة لعودة سوريا عبر خيار التصويت خلال القمة العربية المرتقبة. أبرز هذه المواقف رصد لرئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني الذي عقب بقوله موقفنا واضح ولدينا أسباب لدعم تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية والأسباب ما زالت قائمة. مبادرة انطلاق المسار للحل العربي دشن مسارها في بكين وتقودها الدبلوماسية الأردنية والسعودية لم تأتي صدفة، بل كان مسارها طويل وشاق وبوادر نجاحها بدأ يثمر على أرض الواقع كمقدمة لحل جذري للعديد من الملفات الإقليمية العالقة. دمشق تنتظر أن يترأس الرئيس بشار الأسد الوفد السوري في القمة العربية المقررة في العاصمة السعودية الرياض. كنت معكم محمد أبو أعمر من منصة في العربي.